الموسيقى نمدح الكتاب مع الفنان لطفي بوشناق. الموسيقى توصلنا لل11 و20 دقيقة، نكملوا معاكم في ليلة رمضان حتى لنص الليل على اكسبريس اف ام، باش نتعداو لفقرة الوستار. وضيف الوستار الليلة هو ممثل مسرحي وتلفزي، فونداتور دو لسباس بي اكتور ستوديو، جوستومون عديد المواعيد الثقافية مبرمجة في شهر رمضان في الفضاء هذايا. كيفاش يعدي رمضان وشنو هي عاداته وشنو هو مبرمج في فضاء بي اكتر ستوديو؟ الممثل توفيق العايب يحكي لنا بكل التفاصيل على اجواء رمضان وعلى الفضاء هذايا وعلى مختلف البرامج الثقافيه اللي دايوغ باش نرجعوا عليها من بعد في سهريه رمضان، ونعطيكم بالطبيعه لاجندا الكل، برامج مواعيد ثقافيه مهرجانات رمضانيه، هذا كل في سهريه رمضان بعد شويه. واسمع الكتاب بالطبيعه الفقره المعتاده اللي باش نكملوا بها موعدنا، وما ننساوش تيك تيزي مع محمد الهمامي هذا في النص ساعه الجايه، لكن تو سويت الموعد يكون مع الفقره اللي كنت نحكي عليها مع ضيفنا توفيق اللعايب. هذه الو ستار تو سويت. الو ستار مع غفران الماي. على سلامتكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم، صحه في بيتكم. معكم توفيق العايب، الممثل ربما اللي عرفتوه بالكدا في التلفزه من خلال بالاساس شخصيه كدور. ولا معكم توفيق العايب مره اخرى، صحه في بيتكم ومرحبا بكم. الو، يبدا نهاري في رمضان. انا توا نقوم الصباح نوصل بنتي للمكتب، خاطر بنتي ما عندهاش عطله، خاطر تقرا في ميسيون. دونك نقوم الصباح نوصل بنتي للليكول نتاعها، من بعدها فاين ولي نقضي نشوف شنيا حاجات تخصني، سواء تخص بأكثر استوديو الفضاء نتاع المسرح نتاعي والا للدار. فوالا، حشيشه رمضان، حشيشه رمضان، حشيشه رمضان هذه وانا صغير برشا برشا في فري. كنت نشوف الناس محشه وانا صغير وما نفهمش شنو معناها حشيش رمضان، بعد يفسروا لي كون يقول لك هذاك صايم دونك عنده حشيش رمضان، يا دخان يا قهوه يا حاجه كي من هكا، فهمت؟ بون، هي الحكايه ما تجدش برشا وتظهر لي انا ادعاء باطل هذه حشيش رمضان، باعتبار انه الواحد اذا كان صايم عن قناعه وصيام والشهر هذا نتاع فضيله، فبالتالي الانسان يبدا متنزه وتبدا روحه طاهره ونقيه، فبالتالي ما فهمش علاش. والناس اللي عندهم حشيش رمضان ربي معاهم، وذاك هو كان ما يصوموش خير. شوف، هي موجوده البلا بريفيري، هو سي با ان بلا، بون هو اونتري بلوتو، هي الشوربه بيان سور، هذيك تعجبني انا بالكدا. سينون البلا بريفيري نتاعي هو بواسون، مش ديما بيان سور، اما هو البريفيري معناها، فهمت؟ نعاون في البريك، نعاون في غسلان الماعون، نعاون في برشا حاجات. بكل صراحة في العادة نتبع السنة، ما نتبعش علاش السنة، على خاطر أنا عندي منها برمجة وعندي الورشات نتاع المسرح اللي كانت هي توقيتها في الفطار، دونك كانت من 7 لـ 9، توا رديناها من 8:30 لـ 10:30، فبالتالي نشق فتري ونخرج ديجا، معناها ما نحضرش على حتى مسلسل، نشوفهم ان شاء الله بعد رمضان نتفرج فيهم. دونك قاعد نتبع هكا في نسمع في الحاجات من عند الاصدقاء، والا نشوفك شويه في الفيسبوك، مي بون هذه الكل انا منها نقراها ونتجاوزها، باعتبار انه الانسان ما ينجم يحكي على العمل الا ما يشاهده، دونك ما شاهدتش. واحد كي يكبر شويه ويرجع بالذكريات الرمضان بتاع الطفوله، تو انا صغير نتذكر رمضان وانا صغير معناها في المراهقه، والا وانا شاب معناها في عمري 14 ولا 17 ولا 18، وانا وقتها كنت عايش في قصر المدوني في بلادي في الساحل معناها كل شيء. الاجواء الرمضانيه كانت خير خير برشا، هكا كانت فما ما تعرفش، فما نشوه اخرى وفما كيوف اخرى، سواء فك اللمه العائليه واحنا على الراديو نسمعوا في شناب والدنيا والسهرات الرمضانية وحكاية العروي، ما نعرفش كنت، وحتى في العلاقات الإنسانية تبدلت هي الحياة، تطورت برشا والتكنولوجيا دخلت برشا في حياتنا، ربما هذه اللي غيرت الحكاية، وقعدنا احنا اللي بون في سن معين، دونك فما كل حنين اللي يخلينا نحسوا كونه قبل خير النسبية الحكاية. ألور، شهرة رمضان بالنسبة لي أنا كانت في سنة 2008 في مسلسل صيد الريم، شخصية قدور، والله كانت غير متوقعة بالنسبة لي، أنا أديت الشخصية بتاعي كل شيء، مانيش بطل في المسلسل، لكن
بعد ما كمل المسلسل والناس كيفاش تعلقت بشخصية قدور وشخصية وفي علاقته بأمه بالأساس وكل شيء، خلت قدور شخصية معناها محبوبة برشا عند المشاهدين. دونك نخرج الشارع الحب اللي نلقاه والإعجاب والناس توقفني وكل شيء، بخلاف زاد حتى الصحافة المرئية والمسموعة والمكتوبة، معناها يوميا نتنقل من إذاعة لإذاعة وكل شيء يحكيوا على قدور تلمون قدور، معناها الناس عجبها، مسهم في، حسوه واحد منهم، حسوه موجود في ال، فبالتالي عشت ايامات حلوه برشا برشا. الفودير منها بالحق حلوه حلوه حلوه، باهيه باهيه باهيه. كي تبدا فما ناس توقفك وتقول لك محليك وعجبتني ويعطيك الصحه وبالحق مسيتنا وكل شيء. فكان احساس اكيد نروح شيخ فرحان باحساس هكا، تحس معناها ريكونيسونس، فهمت؟ دونك وتقول ابخي تو هذاك هو شيء ينتظر الفنان، كل الحب هذاك، كل الحب الفايض نتاع الناس اللي يوقفوك ولا يستدعاوك وكل شيء. سيتي مانيفيك، تبقى قدور بيان سور من احلى الادوار، يبقى زاد شخصيه عبد العزيز الكاتب في ليله الشك لمجدي السميري، زاد شخصيه نحبها، زاد شخصيتي في مسلسل لأجل عيون كاترين البحار، زاد مزيانة. هذا نحكي لك على الأمل التلفزية بيان سيغ. فوالا، في السنين هذا أنا عندي عامين 3 سنين توا، دونك بعد شوية على التلفز، يعني ولا عندي مسرح خاص اللي هو بي أكتر ستوديو في المنار الثاني، وسنة أنا برمجة مزيانة. بدأت هي الجمعة اللي فاتت بمسرحية نجمة حب دياز اللي هي من إنتاج بي أكتر ستوديو. دونك من خلال اكسبريس افام نوجه معناها دعوه للناس الكل اللي يسمعوا فينا، باش 9 متاع الليل العروض الكل. عندنا السبت الجاي نجمه حب دياز، عندنا لا نوي دي زامبرو نهار 8 افريل، عندنا 14 و15 افريل اوموديوس لعصام العياري. عندنا برمجه باهية ديما 9 في بي اكتر ستوديو، نوجه دعوه للناس الكل انهم يجيو يشوفوا ويواكبوا عروض مزيانه. لا نوي دي زامبرو، فما لي 14 اي لي 15 عصام العياري اوموديوس. نقول ساعه نوجه تحيه لاذاعه اكسبريس اف ام، تحيه لكل العاملين في اكسبريس اف ام، وللمستمعين الكل بيان سور، وللتوانسه ان شاء الله رمضانهم مبروك، وان شاء الله كل عام هما حيين بخير، وان شاء الله تونس نحو الأفضل، وذاك هو غدوة خير إن شاء الله. ألو ستار.